العطلات المدفوعة. أرجوك لا تذكري كلمة عطلة. ولكن هذا الاختبار التاريخي غداً. في 1936. أحسنتي. ترسمين على القميص الآن. يجب أن ترتاحي قليلاً يا مارينيت. مستحيل يا تيكي، إنه مطلوب غداً. مارينيت، حان وقت لعبة ألتيميت ميكا سترايك. لعبة فيديو؟ لا أذكر متى آخر مرة لعبت فيها ألعاب فيديو. لا، لن أستسلم أبداً. أبي، لدي تصميم قميص، امتحان تاريخ، وتصميم إعلان جاجلستون الجديد. يعني أن هناك عملاً كثيراً جداً للغد، وبقية الأسبوع كذلك. ليس لدي خيار، يجب أن أوقف اللعب. توقف اللعب؟ ولكن اللعب كحبة الملح في الخبز الفرنسي يجعل الحياة ألذ. أبي، علي أن أخبز عدة أرغفة في آن واحد وهي على وشك الاحتراق. لن يصلح الملح شيئاً. حسناً، أمر مؤسف، لكن راقبي فطيرة التفاح يا عزيزتي، فإنها ستفور على السطح في كل الأنحاء. لماذا يجب أن تكبر ابنتي سريعاً؟ هذه سنة الحياة. إذن أنت مستعد للمنافسة؟ أوه، ربحتني، لا أصدق. لابد أنك تتمرنين سراً. وركلة كونية. نعم، ربحتك ثانية. أوه، لا. إذن بدأ دفع العطلات للعمال حتى خذي راحة. لعبة فيديو. لا، وجدتها، كان مجرد حلم، ملأتها حقاً. أحتاج إلى إنهاء آخر قميص لكيتي ساكشن ومراجعة الدرس والتلوين. صممت لعبة فيديو. ألعب الفيديو. تلوين الإعلان. وددت اختبار لعبة الفيديو خاصتك يا ماكس، لكني سوف أذهب في رحلة خيرية على اليخت اليوم. متأسفة. كيم، معي أفضل لعبة قتال في العالم من تصميم صديقك المفضل. لعبة قتال صممها بنفسه. ماذا يحدث لي؟ سأحصل على أعلى الدرجات، لكن لدي تدريب سباحة. أونديام في انتظاري. أليكس، هل تجربين لعبتي؟ بها العديد من الشخصيات ويمكن نهب أجهزتهم. لعبة نهب؟ لا 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 لا، لا أستطيع، لدي مسابقة تزلج، لابد أن أتدرب. كما يبدو، لأنني ما زلت لا أفهم أي شيء مما حدث بالضبط. آسف، ولكن علي أن أرحل. لعبة مع أشخاص تعرضوا للسحر، ما رأيك؟ اقترب موعدي مع المحرر، ولدي عمل كثير جدا لأنهيه. يسعدنا المساعدة في تجربة اللعبة لولا تجهيز الملابس لدى مارينيت. مارينيت، أمهر لاعبة في الفصل. ربحنا معا مسابقة ألتيميت ميكا سترايك. بالطبع لن ترى. لا، لكن أنا لم أقل شيئا بعد. ولا أريدك أن تقول شيئا، لأنني لن أستطيع الرفض. لابد أن أقاوم، لدي عمل كثير. إعلان كيتي لخياطة جاجلستون، أعني رسم أقمصتهم لكيتي، أعني. ما تحاول دوبان تشانغ قوله باستخدام عذرها المزيف هو أنها لا تهتم بلعبتك الغبية. ولا أحد يهتم، لأن لكل شخص حياة أكثر إثارة منك. حتى مارينيت ربما تفهم ذلك. لا، ليس مزيفا، أنا سأصمم إعلان جاجلستون لكيتي فعلا. لا، إعلان لقميص، بل لكيتي. تأخرت. حصريا على nightsphere.net. ماركوف، على الأقل أنت هنا. آسف يا ماكس، أنا متصل بشبكة الذكاء الاصطناعي العالمية. نحل أزمة الاحتباس الحراري. لكن ماذا عن اختبار لعبة الفيديو؟ مستحيل، من أجل تحسين نتائجي قد حذفت الأنشطة الترفيهية من نظامي. يا للتعاسة، أصدقاؤه لديهم أشياء مهمة يقومون بها، لكن أنا أحب اللعب الحلوة ولدي كل الوقت المتاح. حلقي بعيداً أيتها العكومة واجعليه شريراً. أهلاً بك ثانية يا جيمر اثنان. جولتنا السابقة كانت غير مكتملة، فما رأيك بمباراة عودة؟ أستطيع إعطاء لعبتك بعداً جديداً. شيء واحد لا يتغير، لكني أطلب منك مكافأة صغيرة. ميراكلس الدعسوقة والقط الأسود. سأبدأ. مخالفة أخرى ل... هي
أشم رائحة كريهة يا بلاج. أهي الجبن؟ أتشمها؟ سترميها؟ قل إنه لن يحدث أبدا. لا أشم الشر. بلاج مخالب. الأخيرة. ماذا تفعل إن لم يرد أحد اللعب معك؟ لا تمنحهم خيارا. ماكس، الدسوق والقط الأسود، كل هؤلاء سحروا ثم أنقذتماهم. إن أردتما فرصة أخرى لتحريرهم فهيا العبا معي. أنت مضطرة لأخذ استراحة للآن. يسرع إذن، ليس لدي وقت. بيكي، وقت النقاط. من يجد المدخل يكون الفائز. لا وقت للعب أيها القط، نحن أمامنا عمل كثير. الدعسوقة والقط الأسود مستعدان، ادخلا هرمكما. ربما هو فخ لنا. لا بالطبع لا، يريد اللعب. ابقى على اتصال. حصرياً على nightsphere.net. لوحة التحكم. مرحباً في عراق الميراكلوس الممتاز. إن فزتما حررتكما وحررتهم، هيا العبا معي. وإن خسرتما؟ لا وقت لدي يا جيمر اثنان، فلنبدأ فوراً. تسرعك سبب سقوطك يا دعسوقة، فرصتي في الفوز ارتفعت بنسبة أكبر. ذا مايم ريبوست، مستعدان؟ ابدا. سوف أنهي هذه الجولة في الحال. أليس من الأفضل أن تحاكي القط الأسود ليساعدك يا دعسوقتي؟ أعرف ما أفعل. انتبهي، الأداة تختفي مع الكلام. شكراً، أعرف ذلك. إلى اللقاء. خرج. مايم يفوز. تحدثت عن قصد، حكيت اليويو. يا لذكائك يا دعسوقتي. لقد ربحت يا جيمر اثنان، حررنا. جولة واحدة فقط، أين المتعة يا دعسوقة؟ تنتهي اللعبة بعد هزيمة كل الشخصيات. لكن هذا سيستمر للأبد، وكلما طال هذا الجزء يزيد التشويق. دوري دوري. فرايتن جيل، العاصفة، رائع، ولكن لا يكفي للمعركة الأولى. أوه، ماذا عن كوبي كات؟ لا، ستكون معركة سهلة. أين المتعة؟ أسرع، اختر كوبي كات ودمر الجولة لأعود إلى المنزل. حسناً، سأنفذ طلبك. هل أنت تمزح معي؟ ماذا؟ أنا أحب تدريب الحمام. لا يوجد أي حمام في الملعب. هناك واحدة، وسأدعوها فينيكس النارية. أو فينيكس الفاشلة. أسرع انتصار حققته. ارحل أيها الفأر الطائر. شد مزدوج للكاحل. شقلبة ثم سقوط. غسل بالريش. كوع متقلبة. نجحنا يا فينيكس النارية. غير معقول، أننتهي من هذا فورا. وأين تكون المتعة؟ أمامنا عدة جولات.
ثم النهائي. إذا سألتني لم يكن هذا ممتعا. بضعنا بومة الظلام، مستعدان؟ ابدأ. بومة الغباء تريد فحما؟ ضباب البوم. هوميران. خروج البومة تفوز. لا أحد بدقة الليزر كبومة الظلام. حلفك الحظ فقط. دوري. هذا يعيد الذكريات. ريفليكتا روجر كاب، مستعدان؟ ابدأ. هيا الآن. يرون أناقتي فيكرهونني. ريفليكتا تفوز. لا وقت لدينا أيها القط، لسنا هنا للمتعة، لننتهي بسرعة. كوبي كات بابي تير، مستعدان؟ ابدأ. القطتية. كوبي كات عود للحياة. بابي تير يفوز. هذه جولة سريعة. لقد أردتم الإسراع والآن ستخسرين أسرع مما توقعت يا دعسوقة. نحن لن نخسر. مهلا، هذا دوري. أنا أرفض الخسارة. لا بأس، تفضلي. غوريزيلا ستون هارت، مستعدان؟ ابدأ. يا للحظ. خروج ستون هارت يفوز. ربحت ثانية يا خاسرة. دعسوقتي، فلنراجع خطتنا بعد الشيء. انظري، سأشرح لك. أنانسي العاصفة، مستعدان؟ ابدأ. إعصار. مفاجأة. أنانسي تفوز. أرأيتي؟ دعسوقتي، أنت بخير؟ لست بخير، لقد فقدت مهاراتي. حسناً، سأتولى الأمر. ريدي واي فاي تايم بريكر، مستعدان؟ ابدأ. دعسوقتي، الفوز لا يعتمد على كيفية اللعب بل يعتمد على شغفك باللعب. في اللعب نمارس ما لا نفعله في الحياة الواقعية، لذا استمتعي يا دعسوقتي، ولن يتمكن جيمر من هزيمتك أبدا. في اللعب نمارس ما لا نفعله في الحياة الواقعية. نعم، هناك شيء ما أود أن أفعله. تفضلي. رسام الشر فوربينا، مستعدان؟ ابدأ. خروج. يا له من شعور رائع. لا صراصير الآن في مطبخي، مثلجات لذيذة. وجدتك. أصبت بالسيف. هذه نهاية أمثالها. كم هي رائعة. أنا أحب هذه اللعبة. أذكرك أن هذه ليست لعبة. تذكر أنك من طلبت الاستمتاع. أظننا مستعدين للنهائي. لا تختبئ خلف ألعابك وادخل الحلبة يا جيمر اثنان. أنا السيد الأخير، كيف ستستطيع أن تختار من ينازلني؟ ماذا تقصد؟ بالتأكيد اثنان ضد واحد ليس عدلا بما يكفي، لذا لمعرفة من سينافسني سنبدأ الآن جولة بينكما. هيا بنا. الدعسوقة القط الأسود، مستعدان؟ ابدأ.
ماذا تنتظران؟ ابدأ القتال وإلا أسجن الجميع إلى الأبد. لن نسمح بهذا. تعلمين أنني أحب الوقوف بجانبك، لكنني لن أقف ضدك أبدا. القط الأسود، ماذا تفعل؟ أعطيك مزيدا من الوقت. لا، القط الأسود. أثق بك يا دعسوقتي. خروج الدعسوقة تفوز. أنت من أردت الإسراع. بما أن هذه هي المعركة الأخيرة، بالإضافة إلى قوتك، لنخدر 4 عناصر من مخزونك. لكنني لا أرى داعياً لذلك، لأنني سأغلبك مهما فعلت. أتعلم؟ القط على حق، سأخذ وقتي كاملاً. يسعدني أنك مستمتعة. سأستمتع بهذا الفوز الآن وبشروطي أنا. تعويذة الحق. يا لك من مبتدئة، تتوقعين الفوز على صانع اللعبة بالدقيق فقط؟ وبأشياء أخرى معه. بالنظر لما اخترته، ستخسرين بعد 1:30 فقط. الدعسوقة جيمر 2، الشوط النهائي. وددت لو استمرت لمدة أطول، لكن إحصاءاتي لا تخطئ أبداً. وهل توقعت هذا أيضاً؟ القطتان! ما هذا؟ أنا سيد هذه اللعبة، أخذ أي شخصية. أظننت أنك ستهزمينني بخدعة سخيفة؟ كوني لطيفة وأعطيني هذا الميراكلس. ماذا؟ هذا ليس عدلاً، إنه غش. أنت تدمرين كل شيء. آسفة، ألا تؤثر ضرباتك؟ ملك ليس له خيارات في الشطرنج. يسمى ملك مخنوق. ماذا قلت قبلاً؟ أجل، كلما طالت كان أفضل. كنت تنجحين إن لم أضطر لانتظارك حتى تتحولي. مات الملك أيتها الدعسوقة نتيجة تخطيطك. إعصار. من تخدعين يا حلوة؟ قد ربحت. خسرت يا دعسوقة. لا، غير معقول. لا أصدق. خطأ في لعبتك يا جيمر. لا، هذا مستحيل. يحدث لأفضل المصممين وللألعاب. خروج الدعسوقة تفوز. وأحيانا لا يحدث. هزمتني، أحسنتي. الدعسوقة ميراكلس. تعالي. لا مزيد من الشر أيتها الأكومة. وقت إزالة الشر. أمسكت. سلامة أيتها الفراشة. لا مزيد من اللعب يا دعسوقة، سأنتقم منك، وحينئذ لن تتذكري حتى ما هو معنى المرح. قل لي أيها القط، كونك بطلا خارقا، كيف تستمتع بحياتك العادية؟ ألا تخاف أن تضطر للتضحية بما تحب من أجل هذا؟ أفضل وقت بالنسبة لي وأسعده هو برفقتك يا دعسوقتي. مستعد أن أتخلى عن أي شيء لأجله. أمي، أبي، بما أنني منشغلة عنكما هذه الأيام، إليكم. صديقي ماكس صمم لعبة فيديو يوجد بها أخطاء ويحتاج لتجربتها. لعبة فيديو صممها بنفسه؟ وبها أخطاء؟
إلى غرفة المعيشة. إلى غرفة المعيشة. يا تيكي، انتهيت من القميص، ولينتظر إعلان جاكيت قليلاً، صحيح؟ صحيح يا مارينيت. ها أنا قادمة، انتظروني.